هذه الأرجل المسنة ليست سريعة كما كانت في السابق. ها، انظروا إلى ذلك الرجل العجوز. عفوا يا سيدي. مرحبا، أنا هنا للمساعدة. يمكنني حمل حقيبتك. هيا هاتها. اتركي الحقيبة. انظري إلى ما فعلته، لقد أسقطت بقالتي. أوبس، أنا آسفة جدا. اتركيني وشأني، أعني ذلك حقا. لقد كان حادثا. مهلا. يا للهول. مرحبا يا أصدقاء. يبدو هذا ممتعا. لا تفكري في ذلك حتى. أنا ألاحظ بعض التوتر. على أي حال، لدي شيء لكما. هل هذه بيتزا؟ لذيذ. ها؟ إنها فارغة. أين ذهبت؟ هل تمزحون معي؟ هذا محرج. أعتقد أنه يمكنكما صنع بيتزا. يعجبني صوت تلك الفكرة. سأعود قريباً. لابد أنه يحتاج إلى الحمام. هذا ما يحدث في ذلك السن. وأنا سأجري مكالمة. مرحباً، أحتاج إلى توصيل. أو كان ذلك سريعاً. شكراً لك. لنرى ما لدينا هنا. ها؟ هل هذه مزحة؟ ماذا يفترض مني أن أفعل بهذا؟ هل هذه بطيخة؟ سأحتاج إلى التفكير في هذا. أعتقد أن بإمكاني إنجاح هذا الأمر. ها نحن ذا. سأحتاج إلى قطع شريحة، ثم سأضيف الكريمة. تبدو لذيذة بالفعل. والآن سأفردها. يشبه هذا الرسم تماما. حان وقت الإضافات. سأبدأ بالفراولة. ما التالي؟ أها، وجدتها. البسكويت اللذيذ سيضيف بعض القرمشة. هذا رائع، لكن هناك شيء آخر يجب إضافته. شراب الشوكولاتة. يتحسن وضعها أكثر فأكثر. أنا سعيدة بهذا. فمي يفيض باللعاب. لقد عدت وقد اشتريت بعض الأشياء الجيدة. ماذا يوجد هناك؟ لدي صينية مافن. حسناً، ثقي بي. سأملأ الصينية بخبز التورتيلا. لقد صنعت بعض صلصة الطماطم وقد زرعت هذه الطماطم بنفسي. سأضعها على التورتيلا بالملعقة، لكن ليس الكثير، فلا أحد يحب البيتزا المشبعة بالصلصة. والآن أنا بحاجة إلى الجبن. يجب أن يكون من الموتزاريلا. ثم قطع السلامي صغيرة، يمكن وضعها في الفرن الآن. رائحتها رائعة. ما رأيك؟ تبدو جيدة. هل انتهيتم بالفعل؟ أمل أن تعجبك. ما هذا؟ إنها تجربة. هذا مبدع للغاية. أعتقد أنني مبدعة. بيتزا صغيرة وجميلة. إنها لطيفة وطعمها جيد بقدر شكلها. حسناً، أعطني واحدة. انتظري لحظة، أريد لقمة سريعة فقط. لذيذ. احتفظ لي بالقليل. ما التالي؟ أتساءل عن الإجابة. الرامن غير مطهي. لا أستطيع أن أكل ذلك. حسناً، الأمر بيدكما الآن. إنها ساحرة. استرخي، إنه مجرد تحرير بارع للفيديو. مهلاً؟ لدي فكرة. أحتاج لإحضار شيء ما. هذا مقرف. كنت أعتقد أنه سيكون صالح للأكل. ها هي غلايتي. أنا أحتفظ بها في متناول اليد دائماً. سأضيف الماء الساخن إلى الوعاء وسأغطي المعكرونة. يجب أن يكون هذا كافياً. يعتقد أنه ذكي جداً. سأكسر النودلز. الأمر أصعب مما كنت أظن. يجب أن أبدأ العمل. يجب أن يكون هناك شيء يمكنني استخدامه هنا. مهلاً، لقد فعلتها. انظري إلى هذا بثبات. أنا أراك. ماذا قلتي؟ لقد أخافتك. ماذا لدي هنا أيضاً؟ لحظة واحدة. هل ترون هذا؟ إبر الحياكة. الأمر واضح جداً. انتظروا، لدي شيء ما. خيوط الحلوى. إنها نوعي المفضل. سأضعها على الطاولة ثم سأجمعهم معا. يمكنني أن أبدأ في تجديدهم. يشبه هذا تصفيف شعري، إلا أن هذه الحلوى ألذ. يبدو هذا جيدا جدا. أنا سعيدة جدا. أنا أبدو جميلة. حاول التغلب على ذلك أيها الرجل العجوز. لا مشكلة، أنا آلة حياكة. ما هذا؟ من الجيد أن يكون لديك هواية. هل صوتي يشاحن؟ هذا مختلف، ولكن بطريقة جيدة؟ بالتأكيد، لم لا؟ ماذا عنك؟ هل لاحظتِ أي شيء مختلف؟ لدي خصلات شعر إضافية. تبدو جيدة ومذاقها جيد. لذيذ. إنها حلوة. لقد خدعتني.
حسناً، هل نجحنا؟ بالطبع فعلتما، كنت أعرف ذلك. لقد أتيتما جوعي، أنا أتطلع إلى هذا. يبدو هذا الصحن البيضاوي رائعاً. هل فهمتما المزحة؟ توقفي، أنا البهلوان هنا. ماذا عنا؟ ها؟ نحن نؤدي كل العمل. عفواً، هذا خطأ مني. ها هو بيضكما؟ هذا ليس ما قصدته. حسناً، هل يمكنني الأكل الآن؟ ماذا سأفعل بهذا؟ كنت أعمل أن تكون مطهية. هل أنت جادة؟ هذا رائع، سأحتاج إلى هذه الأوعية. ماذا يفعل؟ تبدو هذه طازجة، حان الوقت لكسرها. سأفصل البيض. لا يبدو هذا صعباً. يمكن أن أضع الصفارة هنا وسأنتهي من البقية. والآن سأخفق البياض ثم الصفارة. سأجعلهما رغويين، لدي الكثير من القوة. حسناً، دوري الآن. يجب أن يكون هذا الأمر سهلاً. أحتاج لثانية. هذه بيضة قاسية للغاية. أها، وجدتها. ها، لقد فعلتها. والآن يمكنني الرسم علي. لا، اسمحي لي، أنت بحاجة لهذا القلم. ها، وهذا أفضل بكثير. ها أنت ذا. والآن أين كنت؟ سأرسم على القشرة وسأملأ الشقوق، ثم سأزيل القشرة. هاو، انظروا إلى ذلك. سأقسم البيضة إلى نصفين وسأضع صفار البيض في وعاء. أحتاج إلى هرسة، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. سأضيف صبغة طعام إلي وسأقلط كل شيء معا. أريد عجينة خضراء ناعمة كهذا. سأضعها في كيس الطهي وسأملأ بياض البيض بها. سيكون هذا كافيا. سأضعها مع البقية. لم أرى بيضا مثل هذا من قبل. إنه ممتع للغاية. لقد أحببت ذلك. هاو، عمل جيد، أنا فخور بك. من الأفضل أن أنهي بيضي. لدي مقلاة هنا، سأضيف صفار البيض إليها. سأحتفظ به في الوعاء. والآن سأضيف البياض. يبدو ناعما للغاية، إنه مثل السحاب. سأضع غطاء على المقلاة وأترك البيض لينضج. يجب أن يكون هذا كافياً. لا أريد طهيه أكثر من اللازم. دعونا نضيف بعض رقائق الفلفل الحار، سيعطي هذا مذاقاً صادماً. حان وقت تقديم الطبق. يبدو هذا لذيذاً، أستطيع أن أكله الآن. تحققي من هذا. هاو، أنت موهوب بالفطرة. أو هل انتهيتما؟ بيض أخضر، أنتما تثيران ذهولي. هاو، يبدو ذلك لذيذاً. أنا سعيد لأنه يعجبك. عمل ممتاز، صافحني يا صديقي. أنا أعيد تحفة في الطهي، سيداعب هذا طبق الحواس. أنا عبقرية وأدهش نفسي بكل صراحة. ويحك، انتبهي، ماذا فعلتي؟ معذرة، أخرجي من مطبخي. سأبدأ من جديد. لحسن الحظ أنني موهوبة جدا، لن يستغرق هذا وقتا طويلا. كان ذلك الحفل جيدا جدا. هل تمزحين؟ لقد بدا وكأنه براز على أي حال. لماذا يحدث هذا دائما؟ أنا غاضبة جدا. لحظة واحدة، أعرف ما يجب فعله. أحتاج لتلقينه ما درسنا. حان الوقت لبعض الانتقام. ماذا؟ ما الذي حدث؟ مرحبا يا صديقتي العزيزة، إنه تحدي في الطهي. هل أنت مستعدة لفعل ذلك؟ هيا بنا لننهي الأمر. أوه، سنصنع شطيرة الأقانق. يمكن أن يكون الوضع أسوأ. واو، هل رأيت ذلك؟ ماذا؟ هل هذه مسحة؟ لذيذ، يبدو هذا جيدا. لنبدأ. أنا أتطلع إلى هذا. أوه، بربك، تادا، ماذا تفعلين؟ شاهدي هذا، سأحتاج إلى بعض المعكرونة. أنا على وشك أن أذهلك. لن أزور منزلك لتناول العشاء أبدا. أنا أعرف ما أفعله. سأغرس الإسباغيتي. بدأ الأمر يزداد غرابة. سأحتاج إلى كمية أكبر بكثير. ما رأيك؟ أظن أنك أصبت بالجنون. لا تقلقي، ما يزال علي طهيها. سأضعها في المقلاة. سأترك النقانق خارج الوعاء. أريد غلي الإسباغيتي فحسب. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. سأكتفي بهذا القدر. سأخرج المعكرونة الآن وأضعها على هذه الصحن. لكنني لم أنتهي بعد. سأدهنها بالزيت ليجعل الإسباغيتي لامعا وجميلا وكأنه شامبو من أجل المعكرونة. وبعدها سأبدأ في تطويره. سألفه حول نفسه بهذه الطريقة.
ثم أضيف وجهاً. لقد صنعت فستاناً من شريحة جبن، والآن يمكنني وضعها في الخبز. خذي راحتك يا حبة نقانق. لقد انتهيت، نقانق ساخنة لطيفة للغاية. أوه، كنت أنسى الكاتشب، هذا هو المطلوب، وقليل من الخردل. لقد انتهيت، أنا راضية جداً عن النتيجة. ما رأيك؟ هل رأيت شتيرة نقانق مثلها من قبل؟ كوتيكو، أعني لا بأس بها. لقد سمعت ذلك. حسناً، حان دوري الآن. ماذا سأفعل بالخيار المخلل؟ أها، سأضعه على هذه الصحن، وبعدها سأحتجر تقطيعه. لن أقطعه بالكامل، بل سأستخدمه كرغيف خبز. سأضع النقانق في المنتصف، وستشبه شطيرة النقانق نوعاً ما. سأضيف الكاتشب والخردل. ليست شطيرة كبيرة، ولكنني لا أمنع تناولها. سأكلها الآن، أعطني. لعابي يسيل، لذيذ. تبدو جيدة بالفعل. أوه نعم، هذا هو المذاق المطلوب. إنها مقرمشة وحلة وحامضة. احتفظي ببعضها لي. لا، لا يهم، لدي شطيرة النقانق خاصتي. لا، لا تفعلي ذلك. ما الذي سنحصل عليه هذه المرة؟ هل يمكننا أن نسرع؟ العجلة تدور، ها هو الاختيار آت. أوه، البطاطس المقلية. ما هذا؟ كنت أظن أننا سنحصل على بطاطس مقلية فرنسية. هل يجب أن أعدها بنفسي؟ واو، بطيخة، لم أكن أتوقع ذلك. قد يكون هذا صعباً. ألديك أي أفكار؟ أنت بمفردك. دعيني أفكر، أعرف ما يجب علي فعله. شاهدي هذا، سأقشر البطاطس وأهرسها. كان هذا سريعاً. سأضيف بعض الملح، فالبطاطس مملة جداً بدونه. وسأضيف ملعقة من نشا الذرة. والآن سأخلط المكونات، ملمسها غريب. سأضع البطاطس في كيس، وسأفردها باستخدام الشوبك. أريد أن يكون السطح متساوياً. سأقشر الكيس الآن، وسأقطعه إلى شرائح. أريد أن يكون حجمه متساوٍ تقريباً، فهذا يسهل عملية الطبخ. سننتقل الآن إلى الجزء الصعب. ما المشكلة؟ الأمان يأتي أولاً. هل هذا ضروري فعلاً؟ أوه نعم، أنا على وشك قليها. تمني لي التوفيق. يهو، إنها تطهى بنجاح. سيفي هذا بالغرض. لا أريد أن تكون مقرمشة جداً. سأضع الكاتشب فوقها. واو، شكلها رائع. أنا راضية جداً عن النتيجة، لا أستطيع الانتظار لتجربتها. أعتقد أنني لم أكن بحاجة إلى هذه. ماذا أنتظر؟ هل تشعرين بالغيرة؟ إنها لذيذة. حقاً؟ واو، إنها الأفضل وساخنة جداً. لقد أحرقت لساني. حسناً، أعتقد أنه من الأفضل أن أفعل شيئاً ما. سأحتاج إلى الفراولة. هل تحملينها معك؟ نعم، لماذا؟ سأضعها في الخلاط مع بعض أوراق النعناع، وسأضيف الحليب. سيكون المذاق رائعاً. سأضيف قطرة من العسل، ليس الكثير. سيفي هذا بالغرض. وبعدها سأخفق المكونات بسرعة. أنا أحب هذا الجزء. أريد قواماً سلساً. هذا مثالي. سأصبه في وعاء. تأملي ذلك اللون. والآن حان دور البطيخة. سنحتاج إلى تقطيعها، ولدي الأداة المطلوبة بالضبط. انظر إليها. إنه الجيب الخطأ. تجاهلي ذلك. هذا هو ما أريد. ويحك، على رسلك. حسناً، سأستعين بمحترفة. تفضلي. حسناً يا سيدتي. باو باو. ما الذي يحدث؟ هذه الأيدي عبارة عن أسلحة، وهذا لك. آمل أن يعجبك. لقد انتهيت من عملي هنا، أراك لاحقاً. شكراً للمساعدة. لنجربها. بطاطس الفاكهة مع كاتشب الفراولة لذيذ. حسناً، يبدو هذا لذيذاً بالفعل. سأحتفظ ببعضها لك. مهلاً، لقد غيرت رأيي. إنها ألذ من أن أشاركها مع أحد. لست مهتمة، ما تزال لدي البطاطس خاصتي. إنها مثل الحمام البركانية. كان هذا مضحك. مرحباً وأهلاً بكما في العرض. لنتعرف على المتسابقين. سررت بلقائك. أجل، لا داعي للخجل. أنا سعيدة جداً لكوني هنا. هل أنت مستعدة لتحدي طعام الغامض؟ ماذا يوجد في الداخل؟ واو، يا لها من وليمة. هل تريدين مني أن أكل ذلك؟ لا يمكن. لا يمكنني أن أكل ذلك. نعم، بإمكانك ذلك. لننهي هذا التحدي فحسب. هذا مقرف جداً.
لا أصدق أننا نفعل هذا. هذه كمية كبيرة من المعكرونة وهي باردة. يا للقرف! هل هذا خردل؟ هذا غريب للغاية. يا للقرف! هذا سيء جدا. لم ينتهي الأمر بعد. أنا أحب هذا الجزء. كيف فعلت ذلك؟ يبدو أننا سنقضي الوقت معا. أوه رائع. رقائق البطاطس. ضربة فنية. أتمنى أن تكون النتيجة جيدة. لقد كانت رمية تجريبية. العجلة تدور. مثلجات مرحة. أنا أحب المثلجات. هذا هو أفضل يوم على الإطلاق. أنت سهلة الإرضاء. وجدتها. ألقي نظرة هنا. أليست جيدة؟ لا، إنها سخيفة. أخطأت في الصورة. فات الأوان، لقد رأيتها. هذا ما أردتك أن تشاهديه. أنا أستاذة كبيرة في المثلجات، وهذا لقب لا يحمله الكثيرون. لدي بعض الحلوى الإسفنجية. سأضعها في المخروط، ثم أضيف صلصة الفراولة. ليس الكثير. سأستخدم ملعقة لتسويتها. والآن حان وقت المغرفة. أفتح الطريق. أنا أمزح فحسب، فأنا مدربة بشكل احترافي. سنضع هذه فوق المخروط. نحتاج للمزيد من الطبقات، لكن مهلا، لم أنتهي بعد. سأضيف الرشات. ما رأيك؟ ألا تبدو لذيذة جدا؟ لا أستطيع الانتظار لتجربتها. لقد فعلتها مرة أخرى. هل يمكنك صنع واحدة لي؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث. هذه تجربة لمرة واحدة فقط. ما رأيك الآن؟ هل سيغير هذا رأيك؟ حسناً، طالما أنك تتحدثين بهذه اللغة. اتفقنا. كنت متأكدة. لنفعلها. لدي بعض الحلوى الإسفنجية. مهلاً. ماذا تريدين؟ أريد استخدام الشوكولاتة المفرودة. تفضلي. حسناً، أعرف كيفية استخدامها. كنت أتمنى أن تقولي ذلك. هيا بنا. سأضع الشوكولاتة في وعاء، ثم ألف المثلجات فوق رقائق البطاطس، وسيمنحها ذلك القرمشة المطلوبة. سيفي هذا بالغرض. والآن سأغمسها بالشوكولاتة. أريد تغطيتها بالشوكولاتة. إنها فنانة. صارت جاهزة. واو، إنها جميلة. لا أستطيع الانتظار. ماذا؟ مهلا، ما هذا؟ إنها مسحة مثلجات صغيرة. تفضلي. شكرا. واو، كل أحلامي تتحقق. هيا بنا. إنها جيدة للغاية. هذا هو تخصصي. انظروا إلى كل هذه المكونات. ابتعد عن طريقي. يمكنني استخدام هذه بكل تأكيد. ماذا؟ ما الذي حدث؟ أخذت الجادة كل شيء. سيتعين علينا الاكتفاء بهذا. ماذا؟ رائحة لطيفة. أنت لا تعرف مع من تتعامل. حقا، جاهدي هذا. حان الوقت لتحدي الطبخ. حسناً. أين نحن؟ من أنت؟ جدتي، ألا تعرفيني؟ أنا كلير، حفيدتك. آسفة حبيبتي، أشعر بحماسة شديدة فحسب. ماذا تفعلين الآن؟ لماذا لديك دمية؟ هذه باربي خاصة بي، وهي صديقتي المفضلة. أحضرت شيئاً من أجلك. جربيها. تبدين جميلة جدا. أبدو مثل الحمقى. لنبدأ. بيض؟ لم أكن أتوقع ذلك. ماذا سأفعل به؟ هناك الكثير من الخيارات. وجدتها. سأحتاج إلى هذه القدرة. سأغلي بعض الماء، ثم أضع البيضة فيه. حسنا، أنا أشعر بالسخاء. سأضيف المزيد من البيض، ثم شريحتين من الليمون. سأتركها حتى تنضج، وسأضع البنجر في وعاء. أحتاج إلى رشة من الماء، وبعدها سأخفق البنجر. من المحتمل أن تهم الفوضى المكان. أريد الحصول على هريس. لقد صار بيضي جاهزاً. سأزيد القشرة، وسأضع البيض في البنجر المهروس. سأقوم بتحريك البيض في الوعاء. أريد التأكد من تغطيته بالبنجر. واو، انظروا إلى اللون. سأجمد البيض لمدة 3 ساعات. واو، الوقت يمضي بسرعة حقاً. سأخرج البيض بالمغرفة. لقد أزلت البيض من البنجر المهروس، ويمكنني الآن تقطيعه إلى نصفين. شكل البيض رائع. لم أرى بيضا مثله من قبل، وأنا واثقة أنه سيكون لذيذا. أتعلمين؟ سأتذوق واحدة. لا أستطيع الانتظار أكثر. سأستمتع بهذا. ها نحن ذا. في الواقع طعمه ممتاز. أنا فخورة بك عزيزتي. حسنا، حان دوري الآن. إنه بيض السمان. إنه صغير جدا. ماذا سأفعل؟ مهلا، لقد أوحى لي ذلك بفكرة. من الأفضل أن أبدأ العمل. سأحتاج إلى غلاف نقانقي هذا؟ لا
لأنه سيفي بالغرض. سأمسك به بشكل مستقيم وسأصب البيضة فيه. سأقوم بتفريغه هناك مباشرة. ها هي آخر بيضة. هذا الكثير من البيض. والآن سأقرص غلاف السجق. سأربط خيطا حوله لغلقه بإحكام. يجب علي طهيه الآن. سأضعه في مقلاة مليئة بالماء المغلي. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا. سأخرجه الآن. سأضعه على هذه الصحن الأبرد ثم أزيل الغلاف وبعدها سأقاطعه. أشعر بالجوع بعد هذا العمل المنهك. أعطني أعطني. رائع. أنا موهوبة في المطبخ بالفطرة. أيا كان، هل تريدين بيضة يا باربي؟ إنها لذيذة أليس كذلك؟ أستطيع أن أكل هذا طوال اليوم. أنا أحب وقت الوجبات الخفيفة. هذا هو وقتي المفضل وليس هناك ما هو أفضل منه. لا، لقد نفذت رقائق البطاطس. هذه حالة طوارئ. تضغط الزر الأحمر. ما هذا الضجيج؟ مايلز في ورطة. أنا جائع جدا يا جدتي. لا تقلق يا حبيبي، جدتك هنا تفعيل وضع الجدة الخارقة. سنعد لك شيئا لذيذا. أوه، هذا جنوني. لنفعلها. ما رأيك في شطيرة لذيذة؟ سأجعلها مميزة جدا. وسأصنع كعكة. لدي فطيرة التفاح. إنها طازجة من الفرن. أوه، تأملوا كل هذا الطعام. إنه رائع. أنا مستعدة لفعل أي شيء من أجله. مهلا، ما يزال لدي حلوى. أوه لا، إياك أن تفعل ذلك. هل تنجح؟ حان وقت تحدي طبق. هيا بنا. لقد ارتكبت خطأ كبيرا. يا له من هبوط عصيب. مايلز، لقد بدلت ثيابك. ثانية يا جدتي، هذه أنا كلير. ألا تذكرين حفيدتك؟ كنت أعرف ذلك بصدق. سيكون هذا ممتعا. ما الذي يوجد في الأسفل يا ترى؟ أريد البدء أولا. حسنا، تفضلي بالبدء. حلوة. مهلا، ماذا؟ هناك حشرة كبيرة في طبقك. إنها ضخمة. نحن نتعرض للهجوم. جدتي، توقفي. ضعي شوبك جانبا من فضلك. هل أصبت الحشرة؟ لقد حطمت حلواي. انظري إليها، نظارتك متسخة. ماذا؟ صحيح، كنت أعرف ذلك. معذرة يا حبيبتي. لا بأس. مهلا، لقد خطرت لي فكرة. حان وقت العمل. سأصب الكريمة في إبريق. لا أحتاج لكمية كبيرة. وبعدها سأضيف الحليب المكثف. هذه الكمية المثالية. سننتقل الآن إلى الجزء التالي. لقد وضعت حلواي داخل كأس. وسأصب خليط الكريمة داخل غلاف شوكولاتة. سأملأ كل واحدة منها حتى آخرها. وبعدها سأحتاج إلى عصا المثلجات. سأضع عصا واحدة داخل كل غلاف. أستطيع تجميدها الآن. لقد صنعت بصاصة ثلجية من الحلوى. سأجرب هذه أولا. هذا حماسي جدا. كم أحب المصاصات الثلجية. أوه، تبدو لذيذة. لا أطيق الانتظار لتجربتها. إنها تتمتع بمذاق الكريمة والشوكولاتة معا. يا له من مزيج رائع. إنها جيدة جدا. لم أشعر بهذه السعادة من قبل. حسنا، لقد حان دوري. وقد حصلت على ماوس. ماذا سأفعل بهذا الماوس؟ دعوني أفكر. مهلا، وجدتها. ليس لدي وقت لنهدره. سأقشر الموز وأقطعه إلى نصفين. لا داعي للقلق، لم أنتهي بعد. فهناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها. سأغرس عصا المثلجات في الموزة. لا أريدها أن تدخل بالكامل. وقد ملأت كاسا بزبدة الفول السوداني. سأغمس الموزة فيه. وسأحرص على تغليف الموزة بالزبدة. هذا ما أريده بالضبط. كما أذبت بعض الشوكولاتة. سأغمس الموزة فيها. أريد تغطيتها بالكامل. حان وقت المرحلة التالية. سألف الموزة فوق المكسرات المفرومة ثم أجمدها. وبعدها ستصبح جاهزة للأكل. يا للروعة، كان هذا سهلا. لنرى كيف يبدو طعمها. إنها حلوة ومقرمشة وبطعم الفاكهة. ماذا قلت؟ أريد واحدة. ستحبينها يا كلير. هيا جربيها. سأضيف القليل من الرشات وستصبح حبة الوافل جاهزة. ما رأيك يا جدي؟ إنها أفضل من طهي جدتك. تفضل، كم أنا متحمس لتذوقها. أتمنى أن تعجبك. هكذا سينتهي كل شيء إذن. ما الذي يحدث هنا؟ إنها غلطته بالكامل. هل هذا صحيح يا ليو؟ انظروا إلى هذه الفوضى. أريد الحقيقة. لقد كانت فكرة جدي. نحتاج إلى تحدي في الطهي. ماذا؟ أمهليني لحظة، سأعكس هذا الحكم.
أوه يا للهولة، أراهن أنك لم تتوقعي ذلك. أراكما لاحقاً. أستطيع الاستمتاع بتناول الوافل الآن. أين نحن؟ سأهزمك شر هزيمة يا ليو. يمكنك رفع الغطاء. أوه تأمل ذلك. حبوب فطور ما لذها، هذا نوعي المفضل. أعطيني الحبوب. أنت بطيئة للغاية، ستندم على هذه الخطوة يا ليو. لا أخشاك، لكن يجب عليك. على أي حال لدي صحن حبوب فطور هنا، سأقايضه معك. يا للروعة، اتفقنا، أعطني الحبوب الآن. يا للروعة، تأملوا هذه الحبوب، هذا جميل. لحظة واحدة، لقد خدعتني أيتها العجوز، إنها مجمدة. انتبهي. هل رميتني بوعاء للتو؟ لقد كانت حادثة. يا للهول، تأملي هذا المشهد، وكأن لدي مصاصة من حبوب الفطور. يتحسن الوضع أكثر فأكثر. ليست لذيذة للغاية. لننهي هذا التحدي فحسب. دعيني أفكر. وجدتها. سأحتاج لهذا الخلاط الصغير. سأصب حبوب الفطور داخله. أحتاج لكمية أكبر. ستفي هذه الكمية بالغرض. والآن سأضع الغطاء، يجب إغلاقه بإحكام، وبعدها سأشغل الخلاط. أريد تحويل المحتويات إلى مسحوق، وستكثر الخلاط بتأثير كل المهام الشاقة. تأمل شكله أثناء العمل، يبدو هذا صحيحا. والآن سأحتاج لوعاء كبير. أريد تفريغ فتات حبوب الفطور داخله. أريد الكمية بالكامل. أحتاج لملعقة من زبدة الفول السوداني. والآن أحتاج لشراب القيقب، لا أريد سوى القليل منه. حان وقت تقليب كل المكونات معا، يجب أن تشكل خليطا لازجا. فيو، هذا العمل منهك، وكأنني أمارس تمارين رياضية. لكن الملامح النهائية بدأت في الظهور، وأنا سعيد بذلك. والآن يجب أن أنقلها بالملعقة إلى صينية الخبز. لقد غطيت صينية بورق الزبدة، وسأرتب الخليط في المنتصف، ثم أخذ ورقة الزبدة الأخرى وأضغط بها على الخليط في المنتصف. أريد أن يصبح الخليط جميلا ومتساويا. والآن أستطيع تقشير ورق الزبدة. يا للروعة، تأملوا هذا الجمال. لكن الأمور ستتحسن أكثر. سأغطي الخليط بالشوكولاتة، وسأصبها بتحريك يدي من حافة إلى الأخرى، وهذا كل شيء. والآن سأضعها في الفريزر فحسب. تبدو شهية للغاية. سأقطعها إلى مربعات. لقد صارت جاهزة للأكل. هذه وجبة خفيفة مذهلة، وطريقة إعدادها سهلة جدا. لحظة واحدة، انظروا، دجاجات، ما ألطفها. حسنا، لقد انفتحت شهيتي. يا للروعة، طعمها مذهل. لقد أثرت انبهاري وأوحيت لي بفكرة. ماذا تفعلين؟ جدتي؟ لذيذ. مهلا، لقد فعلتها. أنت متوحشة، كيف تجرؤين؟ أنت تأكلين صديق الريشي، لن أنسى ذلك مطلقا. ما تتحدث، هذه ليست دجاجة. شاهدني، سأملأ الكيس بحبوب الفطور، وسأحرص على إغلاقه بإحكام، وبعدها سأحطم حبوب الفطور كما أحطم خصومي. انسوا أنني قلت ذلك. أشعر براحة كبيرة. والآن سأضع الفتات في وعاء، ثم أفرد غلاف الطعام البلاستيكي. سأحتاج بعدها إلى كمية من المثلجات. سأضعها على الغلاف البلاستيكي، وسأضع لوحة شوكولاتة في المنتصف. سألف الغلاف البلاستيكي حول المثلجات. سأقومها معا، وسأجمدها لمدة 45 دقيقة. سأخرجها من الفريزر، ثم أدحرجها فوق حبوب الفطور. أريد تغطيتها بالكامل، مما سيمنحها بعض القرمشة. هذا كل شيء، تفضل. يا للروعة، ولم تستخدمي أي دجاج في المكونات. فيه، يا للارتياح، لقد أشعرتني بالقلق. أنا متحمس لتذوقها. إنها لذيذة، لقد أحببتها يا جدتي. كنت واثقة أنك ستحبها. ما سيكشف الصحن؟ أنا. ماوز، فاكهتي المفضلة. ماذا سنفعل بها؟ لحظة واحدة، الخطط تختمر في رأسي. هل يا ترى؟ نعم، قد تنجح الفكرة. يمكنني التخلص من القشرة. والآن سأحتاج إلى أعواد الأسنان. سأغمسها في الموزة، وسأكرر العملية بطولها. ها هو العود الأخير، وبعدها سأقطع الموزة من بين الأعواد. لكنني لن أقطع بعرض الموزة بالكامل، بل أريد ترك جزء صغير سليم. هذا مهم جدا. أحتاج لقطع إضافي أخير فحسب. سأضع صفار بيضتين في وعاء، وبعدها سأحتاج إلى الطحين. سأضيفه إلى البيض، ثم أصب كوبا من الماء. والآن سأخلط المكونات معا. أريد خليطا سلسا، لا أريد أي تكتلات. أوشكت على الانتهاء. سأغمس الموزة في الخليط. سأحرص على تغطيتها بالكامل، ثم أضعها في زيت ساخن. يجب أن أكون حذرة. أريد أن تكتسب العجينة اللون البني الذهبي. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. لا أريد حرق القطة. حسنا، يمكنني إخراجها الآن. سأستخدم المغرفة المفرغة لهذا الغرض.
يا للروعة، الشكل مذهل جدا. سأصفيها من الزيت جيدا ثم أضعها في وعاء. تأمل هذا الجمال يا ليو، انظر. كان هذا وشيكا. إنها ملكي بالكامل وسأستمتع بها. واو، كم هذا رائع. احتفظي بالقليل من أجلي. ماذا؟ لا أسمعك. أعتقد أن علي مباشرة العمل. أنا وقت تقطيع. يا للهول، اترك السكينة يا ليو، أنت تعبث مع المتقاعدة خطأ. لكن لا بأس، خذيه. هذا لا يصدق، لدي ما يمكنك استخدامه. ما الذي تفعله جدتي؟ سأضع الموزة هنا ثم أضغطها لتمر عبر الرف. واو، هذا جنوني، أنت عبقرية. الموزة لك بالكامل. شكرا يا جدتي. تأملوا الموزة، لقد صارت مقطعة بصورة مثالية. وأنا أعرف ما يجب فعله. سأضعها على لوح خشبي ثم أحضر جرة من زبدة الفول السوداني. سأضع القليل منها على الموزة ثم أضيف شريحة موز أخرى فوقها. يا له من خليط مذهل، لقد أذبت القليل من الشوكولاتة. سأصبها فوق الموزة. أريد تغطية جانب واحد فقط، وبمجرد الانتهاء سأضعها في الفريزر ثم أخرجها. ويا لها من أكلة خفيفة حلوة ولزجة، لنتذوقها. أوه رائع، هذا ما كنت أبحث عنه. هل لديك المزيد من أجل جدتك؟ بالطبع، تفضلي جربيها. أنت فتى طيب يا ليو، ودائما ما تعتني بي. إنها صلبة، لا أستطيع قضمها. هل أنت بخير يا جدتي؟ يبدو أنك تشعرين بالألم. حقا؟ لقد تدمرت ابتسامتي الجميلة. يا للقرف، لن تفارقني الكوابيس. سامحيني. لا مثيل لطبخ الجدات، لكن يظل بإمكانهم تعلم أشياء جديدة من وقت لآخر. حان وقت فتح شهيتكم للاستمتاع بتحدي الأكل اللذيذ. أيمكنني فتحها هذه المرة؟ ماذا؟ بطاطس؟ كنت أتطلع لشيء أفضل. أعني، تأملوا شكلها، ما الذي يفترض بفعله؟ لحظة واحدة، وجدتها. ليو، لا، أنت تعرف القوانين. ستذهب كل تدريبات الساموراي سودا. لقد أخبرتك، أنت تحلم. لا بأس، لدي هذه الأداة. تبدو آمنة، تفضل. مهلا، يمكنني فعلها. أمهليني لحظة فحسب. هيا، سأنجح. لقد نجحت. من الصعب مشاهدة ذلك. هل يمكنك تقديم أداء أفضل أيتها العجوز؟ بربك، تأمل ما سيحدث الآن. سأعصر حبة البطاطس عصرة صغيرة، وبعدها ستسقط قشرة الخارجية بالكامل. ليس الأمر صعبا للغاية. تادا! ماذا؟ إنها ساحرة. لا تخبر أحدا. والآن أريد هرس البطاطس. خذي هذه. سأستخدم مغرفة مثلثات في الجزء التالي، وهذا سيمنحني أحجاما مثالية تماما. أحتاج إلى زجاجة في الجزء التالي، وسأضغط بها على البطاطس ثم أضعها داخل صينية المافن. والآن سأضعها في الفرن. ستستغرق 45 دقيقة. تأملوا شكلها، تبدو شهية. أنت موسوعة وصفات متنقلة. سأتذوقها الآن. فلعابي يسيل، ستكون مقرمشة من الخارج وطرية من المنتصف. كم هي لذيذة. تحياتي للطاهية. أها، هذا ما كنت أحتاجه. أنا واثق أن هناك واحدة هنا. وجدتها، حان وقت الطهي. سأضغط بالمقشرة على البطاطس حتى تقطع البطاطس إلى وجز. حان دورك. ها، تأملوا ما يحدث. هذه آلة من الأحلام. أين كنت طوال حياتي؟ سأكتفي بهذه الكمية. سأضع البطاطس في كيس ثم أصب الزيت. لا أريد الإفراط. ستفي هذه الكمية بالغرض. والآن سأضيف التوابل. ستكون غنية بالنكهات. أظن أن هذا كل شيء. أستطيع إغلاق الكيس الآن. سأتأكد من إغلاقه بإحكام. لا أريد تنظيف أي فوضى. حسناً، أنا جاهز. سأرج الكيس جيداً. أريد تغطية البطاطس. هذا ممتع. سأضع البطاطس في صينية وسأطهيها لمدة 45 دقيقة. يمكنني الاسترخاء الآن. من الرائع قضاء المرء للوقت بمفرده. أتشم رائحة شيء ما، وكأنها بطاطس تحترق. لقد ذكرتني بالأمر. يا للهول، أتمنى أن تكون البطاطس بخير. لقد صارت مقرمشة أكثر من اللازم. يمكنني الحصول على قليل من صحنك؟ لا أعرف ما الذي تتحدث عنه. حان الوقت. هل هي هنا؟ أوه. آه. أوه رائع، سأشربك بالكامل. ها،
هل أصدرت ضجة أكثر من اللازم؟ أترك هذا السم السكري، وضع هذا المشروب في معدتك فوراً. أنت أذكى من أن تفعل ذلك يا ليو. هذا المشروب أخضر للغاية. حسناً، طالما أن هذا المشروب بلا صاحب. هذا ليس عدلاً يا جدتي. أفهم سبب استمتاعك بهذا المشروب. ليس هذا لطيفاً يا جدتي. سندخل في تحدي الآن. ماذا؟ هذا صحيح. واو، حان وقت التحدي. كم أنا متحمسة. حجر، ورقة، مقص. أرأيتي، اخترت الحجر. أوه، لقد فزت. المهم أنني حصلت على موزتين. واو. أوه، هذا لطيف. ماذا يمكنني أن أفعل؟ أوه، وجدتها. لحظة واحدة، الموقد الساخن في الطريق. وبمجرد أن يغلي الماء، سأضع الوعاء فوقه وأملأه بشوكولاتة البيضاء. ستذوب بعد بضع دقائق، وسأقلبها حتى تصبح لطيفة وكريمية القوام. هيا ذوبي. واو، شاهدوا تلك الحركات، إنها حركات دائرية متواصلة. أصبح كل شيء ضبابياً. يا للهول، ماذا حدث؟ أين أنا؟ هل ما أزال في تحدي الطبخ؟ ماذا يوجد في هذا الصحن؟ المزيد من الموز. رائع، أوشكت على بلوغ القوام المطلوب أخيراً. فيو، لننتقل إلى الخطوة التالية. هل أنت مستعدة للغطس؟ تماسكي جيداً أيتها الموزة. سأغلفها بطبقة كثيفة، وستجعلها الوجوه الصغيرة أشبه بالأشباح. يمكنكم اختيار التصميم الذي يعجبكم، والمزيد من الشوكولاتة سيكون أفضل. أليست هذه رائعة؟ أوه، ما ألطفها. مهلاً، ما هذا؟ جدتي، لم أقصد أن أخيفها. مهلاً، أسناني. حسناً، افرح يا ليو. هذا مخيف. هيا لننهي هذا التحدي. هل هذا الموز ناضج؟ ليس ناضجا بالتأكيد. يا للقرف يا جدتي. مهلا، خطرت لي فكرة مذهلة. لنضع الموز في الفرن. هل هناك ما هو أسهل من ذلك؟ تفضلوا، لقد أصبح الموز جاهزا ورائحته مذهلة. لقد صارت الموزة بلونك المفضل يا ليو، والثمرة في الداخل ما تزال صفراء وشديدة الطراوة. ما ألدها، حان وقت الجزء الأفضل. إنه وقت الأكل، ولحسن حظي أن هذه الحلوى لا تحتاج لأسنان. انظر إلى مدى جمالها وطراوتها. سأضيف الكريمة المخفوقة يجعلها مميزة أكثر بالطبع. تادا، لن ننسى هذه التفصيلة بالطبع. حان وقت الرشاد. هل انتهيت؟ أتفتقدين هذه الأشياء؟ تفضلي. سأرتدي نظارتي أولا، أستطيع الرؤية الآن. خذي هذه من فضلك. لقد عادت الأسنان لمكانها. أتود المبادلة؟ فالموز متنوع الأغراض بالطبع، أليس كذلك؟ يا لها من موزة لطيفة. لذيذة. أحسنت. سيكون هذا مثيرا. انظري إلى هذه اللقمة و طعمها يستحق الاهتمام. أعتقد أنها لا بأس بها، يكفي أنها قابلة للأكل. مرحى. هذا صحيح. حسناً، هيا لنفعلها. لقد حصلت على فلفل أحمر حلو. وأنا حصلت على شيء مختلف كلياً. أشعر بثقة كبيرة، أترى؟ أوه، أكره هذا الفلفل. كما تشاء. يستحسر بي أن أباشر العمل، هكذا أفضل. لدي مساحة كافية لاستيعاب القليل من الجبن الكريمي. سأستخدم ملعقة لضغط الجبن في الداخل، ثم أرش بعض الفلفل الأسود. بعدها يحين دور الجبن واللحم. سأضيف المزيد منهما، ثم أضع نصف الفلفل الآخر فوقها. سيكون من الأفضل تقطيعها حتى يسهل تناولها. ألا يبدو شكلها خياليا؟ ما الخضب يا ليو؟ ماذا؟ الوقت يجري. حسناً حسناً، أظن أن بإمكاني إعداد شيء ما. سنتخلص من الجزء الخارجي في البداية، وبعدها سننتقل إلى النقانق. سأقطعها إلى شرائح طويلة. والآن حان وقت رفع درجة الحرارة.
سنضع هنا قانقة في مقلاة مع الكثير من الكاتشب، وأعني هنا الكثير من الكاتشب. نريد تغطية النقانق بالكاتشب جيداً. أترون؟ صارت الشرائح ناضجة ومغطاة بالصلصة، وبمجرد أن تصبح ناضجة وساخنة سنأخذ القليل منها ونضعه فوق الخبز. يمكنكم استخدام الكمية بالكامل إن أردتم، لكن تأكدوا من إغلاق الشطيرة جيداً. ماذا عن هذه الإضافة؟ ستمطر السماء باللون الأسود. يبدو هذا أشبه بالوحل، أترين؟ ما ألطف التوابيت. أريد المزيد من الكاتشب لو سمحتم. حان وقت الوليمة. أستطيع أن أشم رائحة الدماء من هنا. جدتي، هل بالغت في الأمر؟ ماذا؟ ما هذا؟ ماذا؟ لا، يا لظلاميتك. حسناً، أتودين تبادل الأطباق لتذوقها؟ لست واثقاً بشأن هذه الوصفة، لكنني أرى الكثير من الجبن. استمتع بوجبتك. الشطيرة مقرمشة لكنها كريمية. بالهناء والشفاء. حسناً، هذا طعم مثير للاهتمام، ليست سيئة للغاية. لنرى، سأعطيك 7 درجات كاملة. سأعطيك 8 درجات. يا للهول، هل فزت بالجولة؟ يمكنك البدء هذه المرة. كم أنت بطيئة. لقد تمكنت منك. هذه مقلع عيون، من المؤسف أنها ليست حقيقية. هذا مقزز. تبدو جيدة. ويحي. يعجبني هذا المظهر. وجدتها. أترين هذا الوعاء الكبير من الثلج؟ سيصبح شكله مخيفا أكثر الآن. استرخي، فهذا مجرد عصير. هذا لحسن حظي. سأستخدم الكمية بالكامل، وسيحافظ الثلج على لذاته وطزاجته. رائحته تشبه الكرز. حان وقت مقل العيون الآن. استمتعوا بغطستكم. انظري إلي وهي تسبح، أترين؟ لن تستطيعي إبعاد بصرك عنها. أتودين مساعدتي أيتها اليد؟ سيصبح الشكل أفضل كلما زادت أعضاء الجسم، ولطالما كانت حلوى الديدان لذيذة. بدأنا نقترب من الشكل النهائي الآن. رائع، هل هناك من يشعر بالعطش؟ من المؤكد أن هذه المكونات المخيفة ستروي عطشكم. أتريدين القليل؟ لا بكل تأكيد. حان دورك. حسناً، لنلقي نظرة. تفاح، يبدو طازجاً أيضاً. لكن مهلاً، هذا إشعار تذكيري بموعد التمرين. رائع، هل ستمارسين التمارين الآن؟ هيا بنا، أنا مستعدة. ووو، لدي عصير يا عزيزي. فيو فيو. شاكت على الانتهاء. لقد انتهيت. إلى التفاحة التالية. رائع، فيو، انتهيت. يا للهول يا جدتي، حان وقت الجزء الممتع. ما رأيك في هذا التفاح؟ سأكتشف الإجابة الآن. استمتعي. يا للهول. حسناً، هيا بنا. ليس طعم العصير سيئاً. لا، ليس سيئاً على الإطلاق. رائع، سنتقاسم الفوز. أحسنت يا جدتي. أعمل أن تكون جائعاً. ما الذي حدث للأضواء؟ أمسكي يدي يا جدتي. فيو، ها؟ هناك شيء ما غير صحيح هنا. هل تعتقدين أنها أشباح؟ أنا خائف، ساعديني، أنا لا أحب الظلام. لا بأس يا عزيزي، فالجدة هنا، أعرف ما يجب عمله. أحتاج لتوفير مساحة خالية. هيا. واو، أنت رائعة يا جدتي. سأصنع ثقبا في زبدتي بواسطة هذا السير، وسأضع فيه فتيلا، والآن أحتاج إلى إشعاله فحسب. انظر هنا، لدينا شمعة. واو، ورائحتها مدهشة. ما الذي يحدث هنا؟ رماني أحدهم بطعام. كان لي هو الفاعل. قضي الأمر، حان وقت تحدي الطهي. ما الذي تتحدث عنه؟ ليس لدي فكرة كيف فعلت ذلك. أين نحن؟ هل أنتما مستعدان لبعض المرح؟ ها
هيا بنا. هذا حماسي للغاية. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ ها هو التحدي الأول. غاية جهية. سيكون هذا سهلا. انظري إلى ذلك، هناك كثير من البيض. ما الذي تنتظره؟ لا أعرف طريقة طهي البيض. ليس الأمر صعبا. ليو، ماذا تفعل؟ لدي أشياء أفضل لفعلها. هذا يعطيني فكرة. إنها لذيذة جدا. مهلا، ماذا تفعل الجدة؟ حان الوقت لبدء الطبخ. شاهد هذا يا صغيري، سأحتاج لمقلاة وقليل من الزيت. هذا يكفي، والآن يمكنني كسر البيض فيها. أريد صفار البيض فحسب. استمع إلى هذا التشيش، أنا بحاجة لتحركي بسرعة. لدي سيخ خشبي، سأدخله بعناية في صفار البيض ثم أنتظر. يبدو هذا مناسبا. لدي مصاصات بيض، ما أروعها. حقا، أستطيع التغلب على ذلك. أحتاج إلى شيء من حقيبتي فحسب. لا لا، ما هذا؟ أبدو رائعا جدا. مشروب غازي. حسنا، هذا ما كنت أبحث عنه بالضبط. أولا سأشرب المشروب الغازي، ثم أقص جزءا من العبوة. بعدها سأحتاج لعبوة مشروب غازي آخر. أريد قص الجزء العلوي منها دائريا. سأخذ وقتي، فلا أريد وقوع أي حوادث. لن أحتاج للجزء العلوي. سأضع العبوة الثانية داخل الأولى. مقاسهما مثالي. والآن سأضع شمعة في العبوة. سأحتاج لإشعالها. هذا مريح. ثم أضع بيضة فوق العبوة. وكل ما علي فعله الآن هو الجلوس والاسترخاء. أنا عبقري. هل ترين هذا يا جدتي؟ ما هذه الرائحة؟ ليو، بيضتك إنها تحترق. ليس من المفترض أن يحدث هذا. ماذا أفعل؟ ستتصرف الجدة. تراجع. واو، النار. ساعديني. سيطرت على الحريق. جدتي. واو، أنت بطلة. لا، أنا جدة، لكنه كان عملا شبه بطولي بالفعل. ليو، أنا هنا. ستفوز الجدة في هذه الجولة. تهانينا. أنا مرحى. حظا أوفر في المرة القادمة يا ليو. بدأت الأمور في الاشتعال. هل تشعران بذلك؟ أنا أتصبب عرقا. أحتاج لتبريد نفسي. هذا جميل. قالب ثلج. هذا سيحل كل شيء. كم هذا بارد. هل يمكنني المساعدة؟ أعتقد أن هذا لن يحل أي شيء. مهلا، هذا هو التحدي التالي. اصنع لي الآيس كريم. هذا هو نوع التحديات الذي أحبه. وانظر إلى ذلك. حصلت على زبادي. أستطيع أن أكله الآن. رائع جدا، أليس كذلك؟ لا بأس على ما أعتقد. ماذا؟ بطيخة كبيرة وعصرية؟ لذيذ. أعتقد أنني وقعت في الحب. إنها جميلة جدا. ويحي، يا له من كابوس. لا أستطيع الانتظار أكثر. سأفتح زبادي. لدي فكرة رائعة، ولكنني سأحتاج إلى خلاطي. أحتفظ به دائما، فلا أعلم متى سأحتاج إليه. كم هو كريمي. أعطني. من الأفضل أن أقطع هذه البطيخة. خذي هذه ضربة. كنت أعلم أن تدريب النينجا سيكون مفيدا. يمكن أن أضع هذه القطعة في الخلاط. سأملأه عن آخره. سيكون هذا رائعا. سيكون مرعشا للغاية. والآن سأضغط الزر. انظر كيف يتحول إلى عصير. أريد أن يكون جميلا وسلسا. لا يحب أحد الآيس كريم المليئة بالكتل. يمكنني مشاهدة هذا طوال اليوم. أعتقد أنه جاهز. سأصبه في قوالب المصاصات الثلجية. لا أريد سكب أي شيء. انظر إلى ذلك اللون. سأفعل شيء نفسه مع بقية القوالب. وسأضيف عيدا المصاصات الثلجية. وسأضعها الآن في الفريزر. سوف يستغرق الخليط ساعتين ليتماسك. يمكنني إخراجها الآن. دعونا نلقي نظرة. واو، تبدو لذيذة. وكان من السهل جدا صنعها. أعتقد أنني سأفوز في هذه الجولة. ماذا؟ الوقت ينفد. التحدي، لقد نسيت. عليك أن تسرع. ماذا سأفعل؟ وجدتها. سأستخدم عصا المصاصة الثلجية. شاهدي ذلك. يا للهول. سأضعه في وعاء زبادي. حان وقت الجزء الممتع. أحتاج إلى مكعب ثلج. سأمرره فوق علبة الزبادي. إنه لطيف وبارد. سيبدأ الزبادي في التجمد. هذا كاف، لا أحتاج الثلج الآن. والآن لحظة الحقيقة. أتمنى أن ينجح هذا. انظري، لقد فعلتها. زبادي مجمد وكريمي ولذيذ.
هرأيت ذلك؟ هناك المزيد أيتها السيدة العجوز، لدي جرة من الشوكولاتة المفرودة، سأغمس الزبادي المجمدة فيها، أريد أن أغطيها بالكامل. هل أنت مجنون؟ سوف يصير هذا ذهولك. أوه رائع، هذه الوصفة الجيدة، حلوة ولذيذة ولذيذة. هل مسموح له بفعل ذلك؟ اعترفي، هذا مدهش. لا بأس، يمكنك أن تشعري بالغيرة. حسنا، أعتقد أننا سنكشف من الذي فاز. الأمر بيدك الآن. كلا الوصفتين يبدو جيدا، ولهذا ستكون النتيجة هي التعادل. رائع، أنا أصر صفحيني. أوه حسنا. ماذا يفعل؟ أنا نعسان جدا. شوكولاتة، يبدو شكلها جيدا بالفعل. ها؟ أوه التحدي، مهمتكم التالية هي الشوكولاتة، يجب أن تكون جيدة. يا للهول، هذا هو نوع التحديات التي أحبها. مرحى، سأستمتع بهذا. واو، شوكولاتة لذيذة وحلوة، وكلها ملكي. كنت أتمنى المزيد، لكن حسنا أستطيع العمل بهذه المكونات. سأفكر في وصفة ما. ماذا يفعل ليو؟ لا أستطيع المقاومة، سأخذ حفرة صغيرة للتذوق. ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث. أنا سعيد جدا. أنت تعاني من مشكلة. صارت يدي طرية. أوه لا، لقد ذابت الشوكولاتة. يا للقرف، كم هذا مقرف. لحظة واحدة، هذا يحلي بفكرة، سيكون هذا جيدا. سأذيب بقية الشوكولاتة، سأغمس يدي فيها. أريد تغطية يدي بالكامل، وفي الخطوة التالية سأحتاج وعاء من الماء المثلج، سأضع يدي فيه، وهذا سيساعد الشوكولاتة على التماسك. أنا متحمسة، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذا وقت كافٍ، أصبح لدي الشوكولاتة بشكل يدي، سأقشرها بعناية، كم هذا رائع. ما رأيك يا جدتي؟ عمل رائع. حان دوري الآن، لدي شوكولاتة مفرودة على الأقل، ليست من الأشياء التي أتناولها عادة، أحتاج هذه الملعقة، سأخذ مغرفة كبيرة. يبدو هذا جيدا بالفعل. هل يجب أن سأتذوق القليل فحسب؟ واو هذا لذيذ، أريد الكمية كلها. أين كنت طوال حياتي؟ هذا رائع. كيف هو طعم رشتي يا ترى؟ أوه يا لها من قطع متناهية الصغر، بدأ هذا يصبح مزعجا. من الصعب مشاهدة ذلك. هناك حل واحد فقط لذلك، تأكلها من الوعاء مباشرة، لا تخبر أمك فحسب. لذيذ لذيذ. مهلا، يبدو هذا جيدا للغاية. أشعر بأنني متألقة جدا. هذه إطلالة لطيفة يا جدتي. انتظر، سأجرب شيئا ما. واو، انظر إلى ذلك، إنها قبلة من الشوكولاتة، كم هي لطيفة. هذه من أجلك. بربك، يجب أن أفوز. أوه لم أكن أعلم أن لديك تلك المشاعر يا جدة. ولدي ما هو أكثر أيضا. لا لا تقع في هذا الفخ. ها، لدي هذا الخاتم المميز، انظر إنه لامع. واو، أنا لا أصدق ذلك. انتظر، هذا غش، هذا ليس عادلا. أنت الرابح يا ليو، أحسنت يا صديقي. رائع نانا. لا تكن سيء الخلق عند الفوز يا ليو. أتناول البطاطس الشهية وأشاهد قناتي المفضلة، لن أفسد هذه اللحظة. مهلا، لقد ثبتت رقائق البطاطس. حسنا، على الأقل لا يزال بإمكاني مشاهدة هذا. مهلا، أريد تجربة شيء ما، آمل أن ينجح هذا. كان ذلك مقززا. ها، أين نحن؟ واه، أنتما هنا بالفعل. هذا غريب جدا. هذه أنت. أنا جائعة. لا تقلقي يا عزيزتي، جدتك هنا. حقا؟ ما الذي يحدث؟ سأذهب. أوه لا، لن تفعل. كنت أعرف أنك ساحرة. نحن مستعدان. التحدي الأول هو كعكة لذيذة، ماذا تنتظران؟ أوه يبدو هذا ممتعا. انظر يا فريس. مه، لا يهم. أوه لا تكن هكذا، لدي ما أحتاج إليه، كتاب وصفاتي. هل يفترض بي أن أكون منبهرا؟ إنه ملك للعائلة منذ أجيال. أتشو، يمكنك أن تعطس بلطف أكثر. والآن أين وصفة الكعك خاصتي؟ آه ها هي، من الأفضل أن أبدأ. سأحتاج إلى دقيق، سأضعه في هذا الوعاء، ثم سأحتاج إلى الحليب،
هكذا. أعتقد أن هذا كاف. ثم سأمزج الخليط. يجب أن يكون متجانسا. هكذا بالضبط. إنه ممتاز. لا تغذر لي وصفتي أبدا. سأسكب الخليط في هذا الطبق. لا أريد أن ينسكب أي منه. مزيج الكعك هذا مصنوع من الذهب السائل. لذيذ. لكنني بحاجة إلى خبزه. أجل افعلي ذلك. لم يستغرق ذلك وقتا طويلا. رائحتها طيبة جدا. لكن لم أنتهي بعد. سأضع الكعكة على هذا الطبق. حان وقت الجزء المفضل لدي. سأغطيها بالكريمة. إنها لذيذة جدا. سأحتاج إلى الكثير والكثير. لا يمكنك أبدا الاكتفاء من الكريمة. حسنا العلبة فارغة. علي الآن إضافة الطبقة التالية. واو انظروا إلى هذه. تبدو جميلة. لكنها ليست النهاية بعد. لدي فراولة قطفتها من حديقتي. لقد قطفتها بنفسي. سأضعها هنا. تشبه قلوب الحب. وهذه الكعكة صنعت بحب. أوشكت على الانتهاء. أحتاج فقط إلى إضافة اللمسات الأخيرة. القليل من النعناع وشريحة ليمون. سأضعها هنا مباشرة. إنها تحفة فنية. ما رأيك يا كريس؟ هل بإمكانك التفوق على هذه؟ أتمنى أن تنال إعجابك. أعتقد أنها جيدة. مهلاً علكتي. إنها الحل لكل مشكلات الكعكة التي أواجهها. يجب أن أبدأ العمل. سيكون هذا رائعاً. سأحتاج إلى المزيد. والآن حان وقت الضرب. أنت تعبث مع الشخص الخطأ. خذ هذا. أنا رجل قوي أليس كذلك؟ سأريك. أحتاج الآن إلى بعض ملونات الطعام. سأرشها على العلكة بأكملها مما سيمنحها مظهرا مميزا. واو إنها زاهية اللون. انظروا إليها. أنا فنان. سأحتاج إلى دبابة مطاطية. لكن أعتقد أنني أستحق مكافأة أيضا. مطاطي جدا. لكنها ستصبح محمصة الآن. وهذا ما أتحدث عنه. إنها تذوب وتذوب. هل هناك أي مشكلة أيتها الدبابة المطاطية؟ إن كنت لا تستطيعين تحمل الحرارة فاخرجي من الوعاء. واو سائل لزج. هذا ما أريده تماما. سأسكبها فوق الكعكة. بدأ الوعاء بيسيل. لكن لا يمكنني تقديمها بهذا الشكل. سأوزع الخليط. يجب أن تبدو بمظهر جيد. أعني أن هذا لن يكون صعبا. أنا أحضر أطباقا رائعة. أحتاج الآن إلى الطبقة التالية. لقد سحقت المزيد من العلكة. سأضعها في الأعلى. يجب أن أكون طاهيا. ستذهل هذه الكعكة كل من يراها. سأضيف المزيد من السائل الجيلاتيني وأحتفظ بالقليل لي. أشتهي تناولها. سأستخدم الملعقة لتوزيعه. لقد أوشكت على الانتهاء. سأضع طبقة أخرى من العلكة في الأعلى. وهذا كل شيء. أصبحت كعكة العلكة جاهزة. أعلم أن مذاقها سيكون رائعا. لكنها لن تعجب طبيب أسنانك. مهلا لحظة. إنها بحاجة إلى شيء مميز. قوس قزح من العلكة. إنها جميلة. أحسنت صنعا يا كريس. القرار لك يا مولي. أجل تناوليها. واو كلتاهما رائعتان. أحسنتما. هل سمعت ذلك؟ لقد نالتا إعجابها. شوكولاتة الدهن. هذه النودلز جافة جدا. لا أستطيع تناولها. هاي نعم يا عزيزتي. افعل شيئا بهذه. واو يمكنك الاعتماد علي. خذ يا كريس. لا أنا مشغول الآن. سأحصل على المزيد من النودلز. أعرف ما سأفعله. ترافقني غلاياتي دائما. إنها مثالية لتحضير المشروبات الساخنة أو طهي النودلز. سأدعها تغلي وأنتظر. ستناول قريبا النودلز شهية. يبدو أنها قد نضجت. كان ذلك سهلا للغاية. سأضعها على طبق. سننتقل الآن إلى الجزء الممتع. لقد قمت بتحضير النقانق وجعلتها على شكل وجه لطيف. انظري إلى هذا. جميل. شكرا يا جدتي. كريس نحن ننفذ تحديا. انتبه. أصبت الهدف مباشرة. ماذا؟ ماذا حدث؟ أتذكر أنني رأيت نودلز طائرة. ثم تحول كل شيء إلى لون الأسود. هاي هرميت هذه؟ لقد كنت أمزح. أنا جائعة جدا. صحيح آسف. أعتقد أنه من الأفضل أن أحضر شيئا ما. مهلا لدي فكرة. شوكولاتة الدهن ونودلز. سيكون هذا غريبا. لقد أحضرت وعائي. وهيا نحضر طعام. سأضع الحليب في الوعاء. سأسكب كل شيء. لست بحاجة إلى هذا. ثم سأحضر النودلز وأضعها في الحليب. حان وقت استخدام المكون الخاص. سأضيف ملعقة من شوكولاتة الدهن. أعتقد أنني مغرم. يا له من طبق شهي. سأنتظر حتى تذوب.
واو أنا عبقري، لماذا لم أفعل ذلك من قبل؟ يجب أن يتبخر الحليب، لتبقى للنودلز شهية، أريد تناولها، لكن يجب أن أقاوم، إنها لمولي، سأضعها على هذا الطبق، إنه مدهش، ستكون أمي فخورة بي، جدتي عليك رؤية هذا، سأسمي هذا الطبق نودلز على طريقة كريس، أنت طباخ ماهر يا بني، هل تعتقدين ذلك حقا؟ واو، كلاكما فائزان، أهنئكما، واو، أنا الأفضل.